خلينا ناخد تركيبه متميزه جدا وشديده التميز. معانا على التليفون البطل عبد الجواد سويلم، واللي معروف بلقب الشهيد الحي، البطل اللي كان جندي في سلاح الصاعقه، اتصاب في حرب الاستنزاف بين مصر يمكن في سنه 67 وحرب اكتوبر 73. دي كانت الاصابه اللي موجوده عنده، وكانت اصابه صعبه جدا، تم بتر الساقين واليد اليمنى وفقد عينه اليمنى كمان. نعم، بالرغم من كده يا منى ان هو رجع تاني للجبهه، ودي حاجه كانت مفاجاه جدا. جندي محارب مبتور رجله مبتوره، يرجع يقرر تاني ان هو يرجع تاني للجبهه علشان يحارب وسط زمايله، كان مصمم ان هو يدافع عن بلده مهما حصل، عشان كده يعتبر هو الجندي الوحيد اللي بيشارك في الحرب وهو مصاب ببتر في الساقين. برحب بيك. صباح الخير يا بطل. صباح الخير يا شيخ اللواء الحلبي. اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه طيبين يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب، وكل ابطالنا واسرهم بخير، ودايما من نصر لنصر ان شاء الله. والله يا فندم يعني شهادتك يعني فرض علينا القتال، فكل لازم نعمل رجاله. انا طبعا شهادتك مدير الصاعقه، واتجنت قبل حرب 67 استنزاف اكتوبر، وطبعا اللي حصل 5 يونيو طبعا حصل ما حصل، وصدرت اوامر بقى للصاعقه للشغل على العدو في سيناء على ما نجهز الجيش. طيب. فطبعا الحمد لله والشكر لله، فحرب الاستنزاف تمكنت بفضل الله سبحانه وتعالى في الثلاث سنين و37 يوم اللي هم بداوا 1 يوليو 67 وانتهت ليله 77 بالمؤامره الامريكيه يعني بتاعت روجرز. المهم سيادتك الحمد لله، وده مجهودي مش مجهودي لوحدي، في قاده علمونا وفي قاده خططوا لنا، قاده ياخذونا في العمليات، تمكنت في الله سبحانه وتعالى في عدد الاستنزاف بترميس 16 دبابه و11 مدرعه. العدو سيادتك جوان سيادتك عارف فن العدو متفوق علينا، عمال يضرب مدارس، يضرب مصانع، دمر ثلاث محافظات اللي هي بورسعيد السويس الاسماعيليه، فعملت عربده. فالمهم سيادتك انا الرئيس عبد الناصر رحمه الله عليه اصدر امره لتدمير مخازن، كانت منطقه دريه كبيره جدا في سيناء، ضربناها بالطيران والصواريخ لانها تحت اعماق صحيحه ما لسه في حاجه. شكلها الدوريه من الصاعقه اللي هي اقوى بقى من الصواريخ واقوى من القنابل الذريه، المقاتل والمقاتل هو من اللواء لغايه الجندي. توكلنا على الله ودخلنا 35 كيلو على طبعا مش احنا بنشتغل لوحدنا على فكره، في هناك العظماء والعظماء رجال المخابرات العامه والحربيه الاستطلاع بيجيبوا لنا المعلومه، خد اشتغل اشتغل واحنا جاهزين للشغل. برئاسه رحمه الله عليه امين هويدي في الوقت ده. نعم فندم. برئاسه رحمه الله عليه امين هويدي في الوقت ده. الله يرحمه، وكان على راس المخابرات كان سياده اللي هو فؤاد نصار الله يرحمه. رحمه الله عليه. معاناه جميله جدا، كان ماسك مغاره الحربيه. توكلنا على الله، وصلنا الهدف طبعا 35 كيلو، مشينا 7 ساعات، دخلنا على الهدف 4 الفجر، كان المجموعه فيها سنة ثلاث ستات، الضابط قائد الدوريه ملازم اول الله يرحمه توفى لواء اللواء عزك ابراهيم، قال هاخد مجموعتي الى ملجا الافراد، والمجموعه الثانيه والثالثه ثبت العبوات، ثبت العبوات ونسفنا 11 ملجا تحت الارض على عمق حوالي من 30 متر. ممنوع دوله الطيران والصواريخ على فكره، لكن جالهم من حيث لا يحتسبوا، جالهم اخش عليهم زي ما حسب خط برليس اللي قالوا عليه لا يخترق القنبله الذريه، لا ده احنا دخلنا لهم جوه الحصون والقلاع، دخلنا جوه ايه اللي جابكم هنا؟ نعم. الحمد لله في اليوم ده اديت واجبي، وانضربت في اليوم ده بصاروخ من طياره. كانت معركه صعبه شويه بيني وبين طيار اشتبك معايا وضربت، قعد اضرب عليه بالسلاح الالي، هو واخد قرار انه يموتني. فانا كان يعني كانت امنيه حياتي ان اقتل شهيد في ارضنا المقدسه. المهم ده الشباك بيني وبينه حوالي بتاع 5 دقائق، اهرب يمين وشمال منه، ما بيشوفش دلوقتي وانا عندي 78 سنه. اهلي من الدين، المهم انا شاورت له بيدي اليمين، انزل لي لو راجل، فراح مثبتني وكل بصاروخ لاحصل على اعز واغلى تكريم في حياتي من الرب سبحانه وتعالى. وهو 5 ناشين، وهو بطل الساق الشمال، بطل الساق اليمين، بطل الساعد الايمن، فقد العين اليمنى وجرحه بالظهر وتحاتي وولع. زمايل اللي لحقوني طبعا الحمد لله، يعني هي لو تاخروا عليا دقيقتين كان قضي الامر اللي كنت بتمناه، الشهاده في سبيل الله، وانا بس عليه وانا قاعد 10 سنين.
رجعوا لي زمايلي، رجعني القائد الضابط قائد الدوليه وزمايلي، قلت لهم سيبوني انا مت، انا خلاص انا مت، سيبوني انا مت خلاص، قالوا هنموت معاك عشان نسيبك. الكلمه دي غايه مجرى حياتي، الضابط وزمايلي هنموت معاك عشان نسيبك. شالوني الى غرب القلعه حوالي سيادتك 11 كيلو، ثم على نقلت ميدان 25 كيلو. واقسم بالله العظيم ضربوا النقاله بالمدفع. بيني وبين خط بارليف 250 متر، الكنال ضيق 200 متر، وانا على السكه حيد من الامطره لبورسعيد بين سكه حيد وخط بارليف 250 متر. اقسم بالله العظيم ضربوا النقاله بالمدفع، ضربوها بالمدفع. دخلت بورسعيد العسكري المغرب، انا مصلي 6 الصبح، 6 الصبح، وزمايلي شالوني من 8 ل 8 مساء من بورسعيد الى دمياط، وتم الاخلاء بالقطار. احنا كنا في موقف صعب جدا على الدوله كلها. عايز اقول لك حاجه، بطل البطل الجندي المقاتل عبد الجواد السويلم، القصه اللي انت بتحكيها دي قصة يعني احنا بنتحاكى بيها، بنحكيها لأطفالنا وأولادنا علشان يعرفوا قد ايه المقاتل المصري كان يعني حاجة عظيمة جدا، كان أسطورة، كان فعلا رجل خارق. انا عايز بس أسأل سؤال سريع بعد إذنك، فكرة ان انت بعد ما يعني يحصل لك اللي حصل، أسهل حاجة ان انت هتقول خلاص يعني انا أديت دوري وحصل ان كان في بتر للساقين وخلاص يعني الموضوع انتهى بالنسبه لك كجندي مقاتل على الجبهه. فكره ان انت ترجع تاني كنت بتفكر فيها ازاي دي؟ هو كنت فكرت فيها لسببين اثنين يا فندم. السبب الاول كلمه زمايلي هنموت معاك عشان نسيبك، تموتوا معايا ويسيبوني، مش هيسيبوني، اصح هيشيلوا واحد ميت، فعرضنا نفسهم للموت المؤكد. وانضربوا السنقاله، انضربت بالمدفع 7 دنات، فسيبوني حرام عليكم هتموتوا انتوا خساره، هنموت معاك عشان نسيبك. دي اللي رجعتني الميدان. ونمره اثنين ان انا الاصابات، مش الاصابات دي، الناشئين دي ازاي تروح المعنويه اعلان السماء. يعني كان انا مش لا ده ما رجعش لورا، طلعتني فوق السماء والحمد لله سبحانه وتعالى. انا اتكرمت رئيس عبد الناصر 3 مرات، الشهيد انور السادات القائد العظيم مره، المرحوم الرئيس حسني مبارك في الامير الفضلي مره، وكان اعظم تكريم في حياتي خدته من القائد والزعيم جابر الخواطر حبيب نور عينيا الشيخ مشعل عبد السيسي حين قرر راسي. البطل عبد الجواد سويلم واللي معروف بلقب الشهيد الحي، البطل اللي كان جندي مقاتل في 67، وايضا بعد اصابته في 67 استمر في الحرب في 73. احنا سعداء بوجودك معانا على التليفون، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب، شكرا لوجودك معانا.